طبعا انا اللي حتخبى وبقول ليش. بعد ما خلصنا تركيب الدوش عندي وابو زوجتي طلعنا احنا مركبين بالغلط بالجهه الاخرى. هذه التريش لازم تكون هناك وهذه لازم تكون هناك. فهمت ما تشوفون؟ مثل ما تشوفون هنا خلصنا طبخنا. حاليا اللي دا اسويه انا دا اسوي هذا الورق اللاصق دا اسلق في الثلاجه كان لونه رصاص سويته اسود. هذا المطبخ لازم اسوي كله اسود حتى يروح الانعكاس مال ضوء. راح اخلي بار طاولة وكراسي راح اسوي شيء كلش خرافي. حاليا ايش اسوي؟ دي باوع على الكرتون مالتي ديفيد. خليني انا واقي على الطرفات حتى تتوسخ. هناك انا بدي تنظف المطبخ. اشوفكم المنظر اللي عندنا الحلو. شوفوا المنظر مالتنا. واو. طبعا هناك بالاخر بعد اقرب لكم هذاك كل البحر. اوكي بس هسه مو واضح شوي يمكن اضاءه قويه. هاي قربت لكم اقدر ما اقدر اشوف كل ذاك بحر. شوفوا هسه ديفيد يصورني. هذا ديفيد يصورني. هلو 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 ديفيد. حاليا بنسوي الطاوله اللي هي هذه هنا راح تكون ويا المطبخ. مثل ما تشوفون انا حاليا جسوي بدي تنثر الخشب بالورق مال خشب اللي ما اعرف شنو اسمه. وديفيد حاليا دي يلعب. ديفيد ايش تسوي بابا؟ هلو بابا هلو. سوي هلو ديفيد. هلو هلو هلو. فخلينا نشوف كل مراحل. اول شيء حاليا راح ننثر الخشب بالورق، بعدين راح ندهنه بالزيت، ورا ما ندهنه بالزيت راح نخلي عليه الصبغ، وبعدين راح نركب الرجلينات مثل ما قلنا لكم هنا راح تصير، وراح نسوي الكراسي. صباح الخير اصدقائي. بعد ما انتظرنا 12 ساعة اجى اليوم الجديد. راح اشوفكم حاليا شنو صار بالخشب. شوفوا هذه المرحلة الاولى تمت، تحول لون الخشب من ذاك اللي شفتوه بالبداية اللي كان بدون لون الى هذا. طبعا هسه اكو شمس هنا فمن بين اللون واضح. بعدين اشوفكم يا جوا. هسه راح ارجع برثه او احكه مرة ثانية بالورق هذا، وراها راح اخلي عليه الطبقة الزيتية حتى يكون لامع. خلصنا المرحلة الثانية اللي هي برشته. شوفوا انا حاليا مسويت لنا ريوق الزين ورق باللحم. بتوكل ديفيد. صباح الخير. وين ديفيد؟ ديفيد ديفيد شوفوا هاي حاليا بعد ما خليت الماده اللي مو ترطب المكان اللي تسويها تلمع. شوفوا شلون صارت ما مبينه هسه لانه عليها ضوء. بعدين دخلها جوا. لازم حاليا انزل طبقه ثانيه، اسوي طبقه ثانيه حتى تصير افضل، يصير ملمس مالتها كلش حلو. الحمام والتواليت مثل ما تشوفون ركبنا هذا السخان وهذا الدوش انا ركبته. بعدين عندنا هذا السلايد الجامع الدوش هسه راح نركبه. التواليت وهنا راح يكون المغسله مال الايد، وهنا راح يكون المرايه. حاليا اللي دا اسويه راح انظف الحائط كليته لانه مثل شوف. طبعا انا اللي حتخبى وبقول ليش. بعد ما خلصنا تركيب الدوش عندي وابو زوجتي طلعنا احنا مركبين بالغلط بالجهه الاخرى. هذه التريش لازم تكون هناك وهذه لازم تكون هنا. فهمت ما تشوفون؟ بدا يتحرك. شوفون اصدقائي هذا اللون الاخير اللي صار. شوفوا لون خرافي مع اللمعه مالته. ديفيد هسه قاعد من النوم. ديفوجي حبيبي ديفيد ديفيد هلا يلا راح نروح البيت. كوكو ديفيد سوي يلا الباتشو راح نرجع للشقه ونكمل شغلنا. يلا سويهم باعوا. سووا لايك بسرعه. سووا لايك سووا لايك سووا لايك سووا لايك.
سوي لايك سوي لايك سوي لايك. هلا اصدقائي، طبعا يوم يوم جديد، ما حط اليوم يا يوم 15 المهم يوم جديد مثل ما تشوفون حاليا خلص الطاولة مثل ما تشوفون. شوف لوماتها خرافي. شوفونا أصدقائي، خلصنا تركيب الطاولة. حاليا راح أصبغ الرجلينات لون أسود حتى تصير حلوة ويا المطبخ. هذا ديفولي. هاي أنا اشتريت الضوء. الضوء مال الحمام. What to make? Timer. This is more light, more dark. I don't know what it is. I think for night and timer.